بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل أوامر التعديل على الصور في الموبايلات سناب سيد، هو برنامج سهل. كل المطلوب مننا أختار صورة، تمام؟ وليكن مثلا خلينا نختار الصورة ديت. باجي على القلم اللي تحت دوت وأبدأ أختار أمر من الأوامر. في عندي مثلا إن أنا أعمل كروب، إن أنا أقطع جزء معين من الصورة، ماشي؟ بيديني شوية أركان. أنا أبدأ أحرك زي ما أنا عايز، أقوله مثلا كده وأقوله موافق، بيبدأ يطبق موضوع الكروب. اقول له انا عايز ادخل تاني في التعديل. دي حاجات جاهزة، ان هو يبدأ يظبط لي مثلا الإضاءة، نوير مثلا يخلى لي ذهب اسود، ممكن اتراجع، ممكن اختار مثلا حاجة زي كده. فبتلاقي المؤثرات بتاعته سهلة، وممكن تقدر تعدل فيها بسهولة كده. انا بشوف الزرار اللي فوق دوت اللي هو على شكل مربع، بيوريني القديم وبيوريني اللي موجود دلوقتي، فابدأ انا اختار عن الانسب ليا.